حمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات الصبر متعب وهات بتحل بفيلم تحل بفيلم الحمل دي نعمة وآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعادة بالذات وزي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم على تليفونات البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. في الحلقات الماضية استجابة للأخت منار اللي قالت صرخة مدوية على الشاشة بيقولوا لي ما عندكيش حاجة وعايز أعرف خطورة المرض اللي عندي، تحدثنا عن الأكثر شهرة في مناطق تأخر الحمل والأكثر تسبيبا لتأخر الحمل، وهو مرض تكيس المبايض الذي يستشري في البشرية جمعاء انتشار النار في الهشيم وأكثرها في منطقتنا العربية نتيجة لاستعدادات جينية ووراثية، ويتعامل معه الأطباء باستخفاف شديد وبإنكار شديد وبقلب للحقائق وبعدم ذكر الحقائق. فتكيس المبايض ليس مشكلة هرمونية تؤثر على الهرمونات وانتظامها وعلى التبويض وحدوثه وعلى الحمل وفرصه وعلى الحمل واكتماله وعلى مضاعفات أثناء الحمل مثل سكر الحمل وتسمم الحمل، ولا على بشرة السيدة وشكلها ووزنها وشعرها وبشرتها وجلدها، ولكن يؤثر على الحالة العصبية والمزاجية والنفسية ويؤثر باستعدادات إلى الإصابة بأمراض وأورام خبيثة، وما هذا ما لا يقول الأطباء، وهذه الحقيقة التي أكدناها. وعشان أوري حضراتكم إن مفترض إن كل الأطباء يعرفوا الكلام ده، جبت لحضراتكم فيديو هو بحث زي ما قلت لحضراتكم عاملاه طالبة في كلية الطب في إحدى الدول الخليجية، طلب منها بحث تتقدم به على long term consequences of BCO، الآثار المستقبلية بعيدة المدى للإصابة بمرض تكيس المبايض. فهو ليس مرض بسيط، وهو ليس مشكلة هرمونات، وهو ليس مشكلة تنتهي بأن واحدة تحمل أو تظبط دورة، ولكن له آثار مستقبلية كثيرة. وسأترك حضراتكم لإعادة لهذا الفيديو ولن أعلق عليه هذه المرة، وحسيبه يمر قدام حضراتكم عشان نجمع الآثار السلبية للإصابة بتكيس المبايض. فقط هستوقف كده وأكدهم وعد إيه الآثار السلبية اللي بيعدها الفيديو. لو الفيديو جاهز نشوفه عشان نسيب الناس تتجمعه مرة أخرى بدون تعليق. لو سمحتوا الفيديو رقم 1. Long-term consequences of polycystic ovary syndrome. Syndrome is a common disorder often complicated by chronic anovulatory infertility and hyperandrogenism with the clinical manifestations of oligomenorrhea, hirsutism, and acne. Many women with this condition are obese and have a higher prevalence of impaired glucose tolerance, type 2 diabetes, and sleep apnea than is observed in the general population. Polycystic ovary syndrome is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age. Because of differences in the diagnostic criteria employed, prevalence estimates vary widely, ranging from 2.2% to as high as 26%. Diagnosis. How is polycystic ovary syndrome diagnosed? Polycystic ovary syndrome should be diagnosed according to the Rotterdam Consensus criteria. The Rotterdam criteria have suggested a broader definition for polycystic ovary syndrome, with 2 out of 3 of the following criteria being diagnostic of the condition. Number 1, polycystic ovaries, either 12 or more follicles or increased ovarian volume of greater than 10 cubic centimeter. 2, oligoovulation or anovulation. And 3,
clinical and or biochemical signs of hyperandrogenism. It should be noted that the diagnosis of polycystic ovary syndrome can only be made when other etiologies for irregular cycles. ملخص اللي اتقال مش من ضمن تشخيص تكيس المبايض المعايير بتاعته ان الست تبقى بدينه. لما نقول لواحده انت عندك تكيس يقول لك ايه ده يا دكتور، ده ما بيجيش الا التخان. ها، مش من ضمن المعايير. مش من ضمن المعايير ان الست يبقى عندها عدم حدوث تبويض مطلقا. المعيار الثاني قال ان اللي بيحصل لها تبويض اقل من 6 مرات في السنه يبقى عندها تكيس مبايض. فلما تيجي واحده ونقول لها ان عندك تكيس مبايض تقول لك ازاي، ده انا في دكاتره قالت لي ان انا عندي تبويض ولسه كان الشهر اللي فات. تمام، لان حدوث تبويض وارد أن يحدث في مرضات التكيس لكنه يحدث بأعداد قليلة وبنسبة قليلة. نمرة 3 قالت إن ده أهم مشكلة هرمونية ويجب استبعاد وجود مشاكل هرمونية أخرى مصاحبة لتكيس المبايض. عندما يتم تشخيص تكيس المبايض فهو يصاحبه مشاكل هرمونية أخرى زي هرمون اللبن وهرمون الغدة الدرقية، فلازم اللي يشخص تكيس المبايض يتعامل مع هذه المشاكل كلها. وما يتقالش الست ده انت هرمون اللبن عالي ويفضلوا يعالجوه وما يقولهاش الحقيقة ان ده جزء من المشكلة اللي هي تكيس المبايض. كده اتكلمنا على النسبة والإصابة به اللي بتقترب من ربع السيدات في العالم في مناطق في العالم، والمعايير بتاعة التشخيص، والمعايير بتاعة التشخيص تحاليل لهرمونات وشكل للسونار ووجود أعراض ذكورية وقلة تبويض، ولازم يبقى فيه 2 على الأقل من المعايير دول. وليس من المعايير السمنة عشان واحدة تقول انها تخينة، وليس من المعايير ان مفيش تبويض خالص، وليس من المعايير ان الدورة تبقى ملخبطة. ما قالوش في معايير التشخيص ان اللي عندها انقطاع في الدورة او تأخر الدورة، بمعنى ان مريضات تكيس المبايض واحيانا الدرجات الشديدة منهم قد يكون عندهن دورة منتظمة. فما نجيش نقول لواحدة انت عندك تكيس مبايض تقعد تتشال وتتحط لنا وتزعق لنا في العيادة وتقول لك ازاي انا ده انا الدورة عندي منتظمة بالساعة. مريضات تكيس المبايض بعضهن عندهم دورة منتظمة وليس من معايير التشخيص تأخر الدورة زي ما حضراتكم شفتوا. 3 معايير لا منهم السمنة ولا منهم انقطاع التبويض ولا منهم ان الدورة تأخر. نكمل الفيديو. Dysfunction, acris, consulting. How should women with polycystic ovary syndrome be consulted concerning the long-term implications of their condition and by whom? Women diagnosed with polycystic ovary syndrome should be informed of the possible long-term risks to health that are associated with their condition by the healthcare professional. نشيل الاسترابة. نشيل الاسترابة. Of lifestyle modification, including weight loss, for improving their symptoms, especially those who are overweight or obese. Long-term consequences. Metabolic consequences of polycystic ovary syndrome. What is the risk of developing gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome? Clinicians may consider offering screening for gestational diabetes to women who have been diagnosed as having polycystic ovary syndrome. Endurance tests should be performed annually. There is an increased risk of impaired glucose tolerance and type 2 diabetes in polycystic ovary syndrome independent of obesity. Earlier onset hyperglycemia and rapid progression to type 2 diabetes is likely of developing sleep apnea in women with polycystic ovary syndrome. Women diagnosed with polycystic ovary. أولى المشاكل الطبية المتعلقة بتكيس المبايض هي مشكلة الإصابة بالسكر. الإصابة بتكيس المبايض في حد ذاته عامل خطر للإصابة بالسكر حتى لو السيدة غير بدينة. كلام واضح. مشاكل في عندنا عوامل خطر الإصابة بمرض السكر، منها السمنة والعادات الغذائية والوزن و و و والآخر. كل هذه العوامل الخطر يمكن التعامل معها ويمكن تغييرها. نقول للبني آدم غير طبيعة أكله، لكن للأسف تكيس المبايض هو عامل خطر لا يمكن تغييره. يعني اللي عندها تكيس مبايض هيجي لها سكر ولا يمكننا فعل شيء في هذا أو منعه، ولكن ممكن نعطله. لكن الإصابة بتكيس المبايض في حد ذاته عامل خطر للإصابة بمرض السكر بغض النظر عن التاريخ العائلي وبغض النظر عن السمنة وبغض النظر عن نوعية الغذاء وبغض النظر عن عوامل الخطورة الأخرى في الإصابة بمرض السكر، فتكيس المبايض هو المقدمة للإصابة بالسكر ولا يمكننا فعل شيء حيال هذا. وهذا أول وأهم وأكثر المشاكل الطبية المتعارف عليها في مريضات تكيس المبايض. هنوقف الفيديو ثواني، وإذا كان في معانا اتصال تليفوني هناخد اتصال ونكمل الفيديو بعده. هل معانا اتصال؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور عاد؟ اهلا بحضرتك. بارك الله فيك وفي علمك يا رب. ربنا يجعلك في ميزان حسناتك يا دكتور. امين يا رب. متشكر لحضرتك. لو سمحت يا دكتور، كنت ليه كان سؤال يعني بعد اذن حضرتك يعني اقولهم وممكن اسمع الاجابه بعدين من التلفزيون. اتفضلي. انا كنت من حوالي سنه اتصلت بحضرتك وقلت لك ان انا عامله اشاعات وتحاليل ومخلفه مره قبل كده ومخزون المبيض بتاعي 2.7 وحضرتك يعني كنت بسال حضرتك اعمل حقن احسن ولا اعمل منظار احسن، وحضرتك قلت لي لا المنظار احسن وكده. فالظروف خارج عن ارادتي يعني حصل لي مشاكل واضطريت اقعد اكتر من سنه، فروحت عرفت ان انا هعمل برضو المنظار بس اعمل الدكتور طلب مني اعمل التحليل الاول بتاع مخزون المبيض. طبعا نجدد المخزون لان مر عليه سنه، وهو المخزون بتاع حضرتك ده ما يتصبرش عليه شهور مش سنه. المهم وبعدين؟ المهم حضرتك انا عملت التحليل المخزون وكده وبعدين كل حاجه برضو طلعت مظبوطه والمخزون طلع 2.2. ايوه. فالدكتور قال لي بما انك سنك 30 سنه فالاحسن احسن ان انت تعملي الحقن على طول، فانا اصريت ان انا اعمل المنظار الاول. كلام حضرتك ان ممكن يكون في مشكله اصلا تضرني لو موجوده بس انا مهاجره بعيد عن الحمل اصلا وفرصه الحمل بعد المنظار احسن. تمام. فالدكتور طلب مني خلاص نعمل لك المنظارين بطني ورحمي، وعمل لي بالفعل منظار بطني ومنظار رحمي وقال لي ان ما كانش فيه حاجه غير ان الانبوبه بس اليمين ضعيفه شويه ونفخناه وما فيش يعني ولا بطاقه ولا حاجه. اللي انا بقى السؤال في الحته دي انا عايز اعرف يعني انا اتصرفت صح، لان انا اصريت ان انا ما اعملش الحقن قبل ما اعمل المنظار. يا فندم انت اتصرفت صح، بس الكلام اللي اتقال لحضرتك في نتيجه المنظار ده كلام صعب شويه انه يعقل، يعني مش راكب. تمام. انا مش عارفه، انا سالت جوزي هو المنظار ده المنظار ده له فيديو نقدر نشوفه؟ هو معايا الاسطوانه موجوده معايا بس انا ما فتحتهاش وما شفتهاش. الكلام من الدكتور. نراجع بقى الكلام، نراجع الكلام اللي متشاف جوه المنظار وبناء عليه نقدر نحكم ايه القرار. ماشي. طب السؤال الثاني بقى يا دكتور، هو قال لي لما ما عملتي منظار بطني علشان تعملي حقن اكتر حاجه تقعد 6 شهور، لو قعدتي اكتر من كده ما ينفعش تعملي حقن غير لما تعملي منظار بطني ثاني، هل الكلام ده صحيح فعلا ولا لا ولا ايه؟ لا طبعا، لا طبعا. يعني انا دلوقتي لو قعدت يعني شوفي حضرتك التناقض، شوف التناقض. حد قال لك لا ما تعمليش منظار، لا مش مطلوب، لا مش مهم، وبعدين لما عملتي منظار قال لك على فكره بقى نكرره كل 6 شهور. لا حضرتك لا ما فهمتش سؤالي. لا حضرتك انا عملت البطن والرحم على قال لي علشان لو ما حصلش حمل خلال 6 شهور تيجي تعملي الحقن علشان انت المنظار الرحمي مدته اخرها 6 شهور. لا هو ملوش لا مده ولا ملوش لا مده ولا صلاحيه. يعني عادي ممكن ابقى مش محتاجاه، ممكن منظار البطن ده مش محتاجاه في حاجه، يعني اعمل بعد سنه براحتي عادي مش مشكله. منظار رحمي مش محتاجه تكرريه. ماشي خلاص. السؤال الثاني بقى يا دكتور معلش، هو اداني علاج بعد المنظار، انا يعني اخدته اسبوع مش فاكره اسمه كويس، بس انا ما لقيتش منشط جزء انواع علاج بس اللي انا واخداه في خلال 3 شهور بعد المنظار، فانا عايز اقرا لحضرتك يعني جزء انواع البرشام اللي انا واخداهم دول وتقول لي هل حضرتك انا محتاجه منشط ولا هو ده هيكفي ولا ايه. فبعد اذنك انا واخده كل يوم قرص بعد الغداء برشام اسمه سيدوفاج، وكل اسبوع قرص واحد كل اسبوع كل يوم 2 برشام اسمه جيليونوفاب. فهل انا محتاجه منشط ولا هو ده منشط ولا ايه، عشان انا مش مفيش حاجه تاني باخدها. لا هو مفيش حاجه في دول، مفيش حاجه في دول تنشيط للتبويض ثم السيدوفاج. ما انا بقى استغربت على فكره، عشان كده المفروض ان انا سمعت حضرتك بتقول ان بعد المنظار المفروض ان الواحد ياخد منشط. يا فندم هو مش عايز، هو انت مش فاهمه، بس انت مش فاهمه. انا فاهم حضرتك، اجيب لك بس بالاختصار كده، هم مش عايزين حضرتك تحملي طبيعي، هم عايزين 6 شهور عدوا وتروح تعملي حقن مجهري، القرار اللي كان متاخد الاول. تمام. هو السيدوفاج ده دواء لايه؟ علاج لايه؟ لا مش علاج لما فيش مرض اسمه علاج لتكيس الموبايل. هل حد قال لحضرتك بالصريح انك مريض التكيس؟ لا. طيب. لا انا ما عنديش تكيس في التحاليل وبعدين لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، حضرتك عندك اللي قال كده مش انا، اللي قال كده اللي كتب لحضرتك السيدوفاج، والتحليل بتاع المخزون اللي حضرتك عاملاه ده يؤكد ان حضرتك عندك تكيس، التحليل ده بينطق بكده. فاذا كان لم يقل لك الحقيقه، لم يقال لك الحقيقه، لان الموضوع كله ما اتقالش فيه الحقيقه. انا دلوقتي المخزون المبيض بتاعي 2.2 ده تكيس مظبوط، هو المفروض 2.2 مظبوط.
مظبوط ازاي مش واخده بالي حضرتك؟ ما حضرتك مش لازم تاخدي بالك لان ده شغل الاطباء، شغلي انا، تخصصي انا. بقول لحضرتك ده تكيس مبايض. مين بقى اللي قال ان عندك تكيس مبايض؟ مين؟ محدش قال لي. لا يا فندم، حد قال؟ لا يا فندم، انا لما قلت لحضرتك قبل كده انه كان 2.7 قلت لي اه حضرتك، حد قال؟ حد قال ان عندك تكيس مبايض؟ حد قال؟ حد كتب لحضرتك سيدوفاج قال ان عندك تكيس مبايض بافعاله ولم يقله باقواله، وكتب الجرعه منقوصه مش الجرعه الكامله للدواء؟ لا حاجه عن تكيس مبايض اصلا، محدش قال لي. اه يا فندم، كل ما قيل لك هو ليس الحقيقه. طب يعني انا دلوقتي المفروض ان انا هاخد، وانا وقت دلوقتي بالظبط بقى لي 20 يوم عامله المنظار، المفروض وعندي دوره دلوقتي حاليا، انا هاخد تنشيط ولا هعمل ايه حضرتك؟ برضو مش واخده بالي. حاجتين، الحاجه الاولانيه ان تذهبي الى طبيب امين يقول الحقيقه. الحاجه الثانيه ان حد يشوف الفيديو بتاع المنظار بعد ما نتاكد انه الفيديو بتاعك يعني. السيدوفاج ما بيتكتبش للهوا كده، بيتكتب لمريضة تكيس مبايض. والتحاليل اللي حضرتك عاملاها وقعدتيها عليا عدة مرات دي تحاليل بتاع مريضة عندها تكيس مبايض، وتكيس مبايض السيدوفاج ما بيتكتبش بالجرعة دي، دي مش الجرعة اللي تفيده، تمام؟ وكل ما قيل لحضرتك هو محاولة ومراوغة لإيصال حضرتك إلى قرار إننا نعمل حقن مجهري. اللي ما قلتش إنه غلط ولا عيب ولا ممنوع ولا إن اللجوء له مش حتمي ولا إننا لا يمكن هنلجأ له، لكن يتم تعمية حضرتك عن الخطوات التي قبله لإيصال حضرتك إلى هذا القرار، تمام؟ وهنشوف كده الفيديو بتاع المنظار. 80% هنلاقي إن عمله تثقيب للمبيض، وهو التدخل اللي بيتعمل لتكيس المبيض، لأنهم يعلموا ده حتى لو لم ده يسجل في الفيديو، حتى لو لم يسجل في الفيديو. خلي بال حضرتك من كل كلمة أنا بقولها، لأن كل كلمة أعنيها تماما، تمام؟ حتى لو ده لم يسجل في الفيديو. طيب، استمرارا لمسلسل الخداع والمراوغة، فنشوف الفيديو ونكمله عشان نشوف الآثار المستقبلية للإصابة بمرض تكيس المبايض. نكمل فيديو. أول آثار قلنا الإصابة بمرض السكر والذي لا يمكن منعه أو إيقافه. تاني مشكلة هي مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم خاصة عند البدينات. نكمل. Polycystic ovary syndrome. Clinicians need to be aware that conventional cardiovascular risk calculators have not been validated in women with polycystic ovary syndrome. All women with polycystic ovary syndrome should be assessed for cardiovascular disease risk by assessing individual cardiovascular disease risk factors such as obesity. Women with hypertension who need to start oral contraceptive therapy should be consulted regarding its risk and benefits and should be monitored and treated as per the Joint British Society's guidelines. What is the risk of having reduced health-related quality of life in women with polycystic ovary syndrome? Psychological issues should be considered in all women with polycystic ovary syndrome. Depression and/or anxiety should be routinely screened for and, if present, assessed by having little interest or pleasure in doing things. Cancer and polycystic ovary syndrome. What are the risks of cancer in women with polycystic ovary syndrome? دي حاجات قلناها كلها المرة اللي فاتت، مش بس الإصابة بالسكر اليقيني، لكن 50% سيصابوا بأمراض قلبية وارتفاع في ضغط الدم وتصلب شرايين وتأثر الشرايين التاجية، في مشاكل عصبية ونفسية وقلناها، ومشاكل انقطاع النفس أثناء النوم. ومش بس ده يبقى واضح ان انا نفسي يتكرش وان انا اقوم، لا، ابقى نايمه طول الليل وصحي يا دكتور جسمي مكسر ومش مستريحه لاني ما باخدش اكسجين كفايه اثناء النوم، او طول النهار ببقى حاسه ان انا موخمه ومهدوده ومش قادره ابذل مجهود وعندي تثاؤب ووخم كده نتيجه لنقص الاكسجين في الدم اثناء ساعات النوم. لكن المشكله اللي الناس ما بتعترفش بيها ومش عايزه تقولها وهوريها لحضراتكم، العلاقه بين تكيس المبايض والاصابه بأورام غير حميدة في الجهاز
التناسلي، وهناخد الجزء ده قبل ما ناخد المكالمة. نشوف الجزء اللي فاضل من الفيديو بعد إذن حضراتكم، نرجع. How should this woman be screened? Oligo or amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome may predispose to endometrial hypertension is required. There are moderate quality data to support the finding that women with polycystic ovary syndrome have a 2-point men is unclear due to a lack of randomized clinical trials. Strategies for reduction of risk, exercise and weight control. How should women with polycystic ovary syndrome be advised on lifestyle issues? It is recommended. بعد إذن حضراتكم هناخد المكالمة، وعايزكم نرجع كده 10 ثواني. لما نرجع نبتدي من عوامل تقليل الخطر، نرجع للفيديو لكودز عوامل تقليل الخطر. هناخد اتصال تليفوني وبعدين هنرجع للفيديو قبل 10 ثواني عن المنطقة اللي حضراتكم رجعتوا لي فيها. الاتصال انقطع. نرجع بعد إذن حضراتكم 10 ثواني اللي قلنا عليهم ونكمل الفيديو. Strategies for reduction of risk. تقليل عوامل الخطر في مريضات تكيس المبايض. نمرة واحد، تغيير نظام الحياة وخفض الوزن والنظام الغذائي قليل النشويات. نمرة واحد، ما قالوش نمرة واحد الذهاب لدكاترة، ما قالوش نمرة واحد العلاج، ما قالوش نمرة واحد أدوية. ها، هذه الخطوات هي أساس التعامل مع حالات تكيس المبايض، وبدونها يصبح أي علاج غير مجدي، وهذه الخطوات يجب أن تسبق أي علاج هرموني أو على الأقل تتزامن معاه، لكن هي أساس العلاج. تغيير نظام الحياة، تغيير الوزن، تغيير العادات الغذائية. فقد الوزن ولو 5% له تأثير إيجابي. نكمل الفيديو ونسمع الصوت. An excess weight, a reduction of as little as 5% of total body weight has been shown to reduce insulin resistance and testosterone level. Surgery. What is the prognosis following bariatric surgery? العامل الأساسي في التعامل مع حالات تكيس المبايض هو تغيير نظام الحياة والعادات الغذائية وفقد الوزن. دون هذا أي علاج هيتكتب غير مجدي. أصلا أنا باخد منشطات، أصلا أنت عندك طبعا بقى الخدعات اللي في الأرياف وفي المناطق البعيدة عن الحضر اللي تسمع أنت عندك ضعف في التبويض علاجه تنشيط. لا، حضرتك عندك تكيس مبايض وهو خلل هرموني يجب ضبطه، ويجب تغيير الوزن ونظام الحياة وضبط الهرمونات قبل بدء أي تنشيط، لأن التنشيط ساعتها هيبقى غير مجدي وفلوس مهدرة على الأرض وتضييع لوقت وجهد ومال. هذه المناطق الأساسية في التعامل مع تكيس المبايض التي يستهين بها كثير من لم يتخرجوا من كلية الطب، أو من المريضات اللي هي فقد الوزن وضبط الوزن وضبط نوعية الغذاء وتغيير نظام الحياة وتغيير النظام الغذائي، هي أساس التعامل مع مريضات التكيس. فقد الوزن بدءا من 5% من وزن السيدة يؤثر بالإيجاب. التأثير الإيجابي الواضح يبدأ عند فقد تقريبا 10% من وزن السيدات دول. والحقيقة الغائبة التي لا يقولها دكاترة النساء، لأن لو قالوها لفقدوا مريضات تكيس المبايض، أن مريضات تكيس المبايض اللي عندهن سمنة مفرطة فقد الوزن فيهم صعب، اللي وزنها بقى 120 و130 فقد الوزن صعب وغير مجدي برامج فقد الوزن. وفي هذه الحالات البرياتريك سيرجري اللي هنشوفها، اللي هي جراحات تكميم المعدة وجراحات السمنة المفرطة، لها تأثير إيجابي جدا جدا جدا، لدرجة أننا دايما نقول أن مرض تكيس المبايض مرض لا يشفى ومرض مزمن، وابتدوا يطلعوا استثناء من ده. قالوا مريضات التكيس اللي كان عندهم بس لازم عندهم سمنة مفرطة، يعني وزن أوزان عالية جدا، وعملوا هذه الجراحات جراحات السمنة، فده الحاجة الوحيدة التي قد تشفي تكيس المبايض أو على الأقل تظبطه جدا لعدة سنوات. نشوف ده، لأن ده لا يقوله دكاترة النساء، لأن لو قالوه سيفقدوا المريضات دول أنهم يبقوا مريضاتهم لأنهم هيخفوا. نشوف الحقيقة الأكيدة دي، نشوف الفيديو. Women with polycystic ovary syndrome or a body mass index of 40 kg per square meter or more or 35 kg per square meter or more with a high risk obesity related condition if standard weight loss strategies have failed. Bariatric surgery may induce a significant weight loss up to 60% of excess weight and improve diabetes, hypertension, and dyslipidemia, reducing mortality from cardiovascular disease and cancer when compared with long-term consequences.
وبالتالي جراحات السمنة المفرطة في مريضات تكيس المبايض، الجراحات دي بتجرى للناس اللي عندهم بودي ماس اندكس، معامل كتلة الجسم بتاعهم 40 فيما فوق، لكن ممكن نجريها عند بودي ماس اندكس عند معامل كتلة جسم 35 أقل من المعتاد لما يكون في أذر ريسك فاكتور، زي ما يقول واحد عنده سكر فممكن نعملها عند وزن أقل شوية من الوزن اللي احنا بنسمح بيه، واحد عنده ضغط، واحد ومن ضمن الريسك وعوامل الخطر اللي تسمح لنا بإجراء هذه الجراحات عند أوزان أقل من المعتاد هو تكيس المبايض، لأن هذه الجراحات تفيد جدا مريضات تكيس المبايض. مش كل واحدة عندها تكيس مبايض تروح تعمل جراحة سمنة، دول مين اللي عندهم سمنة مفرطة يعني معامل كتلة الجسم بتاعهم 35 فيما فوق أو 40 فيما فوق وفشلوا في الأنظمة الغذائية إنه يفقدوا وزن، وغالبا نسبة الفشل هنا بتبقى عالية جدا في فقد الوزن. قد كده فقد الوزن شيء هام جدا لدرجة أن مريضات تكيس المبايض اللي عندهم سمنة مفرطة اللي عملوا جراحات السمنة يشفوا من تكيس المبايض. ما طلعتش القصة قصة دورة وانتظامها وقصة تبويض وحدوثه وقصة شعري اللي بيقع وقصة شكلي وبشرتي، لا طلعت ليها آثار مستقبلية. دكاترة النساء لا يقولون هذه الحقائق رغبة في تعمية الستات عنها ورغبة في أن الستات يعشقن من يضحك عليهن ويكذب عليهن، وحقيقة إن هذه المشاكل الصحية اللي أنا قلتها كلها ستعاني منها السيدات في الأغلب عند سن 40 سنة فيما فوق، تكون بقى نسيتنا كدكاترة نساء وساعتها تبقى تروح لدكتور بطنة وساعتها هو يبقى يقول لها إزاي دكتور النساء ما قالكيش، ولأن شفتوا حضراتكم في الفيديو من عليه دور تقديم هذه المعلومات والمشورة الطبية، هو مقدم الخدمة الصحية، يعني الطبيب اللي الست بتروح له، يعني إذا ما عملش هذه المهنة وما قالش هذا الدور ما قامش بهذا الدور وما قالش هذه المعلومات عن التثقيف الطبي فهو لم يؤدي عمله ولم يحسنه ولم يجده ولم يبصر السيدة بمشاكلها، وبالتالي فهو مقصر يقيناً. الناس هتسمع الكلام اللي بقوله ده يقولك لا 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 ما تصدقوش، لا 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 بيجي لهم سرطانات ايه الناس اللي عندهم تكيس مبايض، لا 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 طبعا احتمال حدوث سرطانات وارد صحيح بنسبة 5-10%، لكن مع زيادة شديدة في مريضات تكيس مبايض أصبح الحالات اللي ابتدينا نشوفها من سرطانات جسم الرحم كمضاعفات لتكيس مبايض بتزيد لأن العدد بيزيد. تمام، وحنوري حضراتكم فيديو يوري ده، بس نستقبل اول اتصالات عشان ما نعطلش اتصالات تليفونيه. لو معنا اتصال ناخده ونحضر الفيديو رقم 2. كنترول. اتفضلوا. طيب انا اللي داخل لي في الاستوديو صوت الكنترول مش صوت الاتصال، لو في اتصال نستقبله، لو ما فيش ممكن نجهز الفيديو رقم 2 وادوني علامه كده انه جاهز للعرض. طيب هنوقف بس هتكلم ثواني. الفيديو ده فيديو بقى لوحده بيتكلم على العلاقة بين، عشان الدكاترة النساء هيكذبوا وهيقولوا ان الكلام اللي انا بقوله ده مش حقيقي، وان وبالمناسبة الفيديوهات دي كلها انا جايبها من اماكن متاحة، ما هيش فيديوهات علمية ولا ده فيديو لبرنامج تلفزيوني بيتعمل في امريكا على احدى القنوات الفضائية زي البرامج الحوارية في مصر. البرنامج ده قرروا يناقشوا مشكلة ظهرت عندهم مع ان امريكا من نسبة تكيس المبايض فيها قليلة، زيادة حالات سرطانات الرحم الناتجة عن مرض تكيس المبايض، والفيديو متاح على اليوتيوب ومتاح لأي حد يدور عليه، ما بجيبش حاجات إلا لما تقدروا تلاقوها بسهولة. أنا بس جبت الفيديو وترجمته لحضراتكم، ودايما بعرض الترجمة بالصوت وبالكلام اللي مكتوب عشان تتأكدوا إن ده ترجمة حرفية للي موجود، لا نغير حرفا. لو سمحتم شوفوا العلاقة بين تكيس المبايض والإصابة بسرطان جسم الرحم. حفظنا الله وحفظكم وبإذن الله يديم عليكم الصحة. نجيب الفيديو من أوله ونعرضه بعد إذن حضراتكم. اتفضلوا. You may be familiar with breast cancer, lung cancer or prostate cancer, but there's another type that many women are at risk of developing. Preventing it starts with making sure that certain women do one specific thing each month. News Channel 6's Renetta Dubose joins us live in the studio now with a closer look at endometrial cancer.
Having a period each month can be a dreadful activity for some women, but it's also a lifesaver. Women battling PCOS and irregular menstrual cycles can develop endometrial cancer, and doctors here say they are diagnosing more cases. In the last 3 to 4 years, I've seen about 12 patients with PCOS-related endometrial cancer. No one wants to hear the word cancer, but doctors who treat polycystic ovary syndrome at Augusta University are seeing more and more of it, and the 1 in 10 women of childbearing age who battle the chronic disorder. With PCOS, you have a relative increase of estrogen relative to the levels of progesterone, which is the other female hormone, and this causes thickening over time of the endometrium. ...of estrogen in the polycystic ovaries. Extra estrogen also comes from fat tissues, another danger because women with PCOS have difficulties with weight loss. Endometrial cancer is most common in postmenopausal women between the ages of 50 and 70, but younger women battling infertility are getting it too. Her youngest patient, just 21 years old. Unfortunately, when I'm seeing women in their 20s and 30s who haven't had kids yet and really want to maintain their fertility, talking to them about a hysterectomy. Periods are 35 days or longer, and you're not pregnant simply by testing pregnancy tests at home. It's time to get progesterone. She adds that birth control helps regulate the cycle for women with PCOS, but those trying to conceive come off of that regimen. الدكتورة اللي اتكلمت, لو سمحتوا نرجع الفيديو لحد الدكتورة اللي مش لابسة بلطو, الدكتورة رقم 2 اللي قبل ده بعشر ثواني. الدكتورة دي عربية المنشأ ومن دولة الأردن الشقيق, وده بيوضح لحضراتكم قد إيه إن العلماء العرب عندما يجدوا البيئة المناسبة ومن يقدرهم ويقدر العلم اللي بيقولوه قد إيه بيتفوقوا. لو سمحتم ممكن نعرض الفيديو تاني من أوله عشان ناخده حتة واحدة وتبقوا معايا لما نيجي نوقفه, إذا أمكن. إذا أمكن يعني, إذا أمكن. آه يا ريت. يلا. Between the ages of 50 and 70, but younger women battling infertility are getting it too. Her youngest patient, just 21. You may be familiar with breast cancer, lung cancer, or prostate cancer, but there's another type that many women are at risk of developing. Preventing it starts with making sure that certain women do one specific thing each month. News Channel 6's Renetta DuBose joins us live in the studio now with a closer look at endometrial cancer. Having a period each month can be a dreadful activity for some women, but it's also a lifesaver. Women battling PCOS and irregular menstrual cycles can develop endometrial cancer, and doctors here say they are diagnosing more cases. الشاشة بتعرض كلمة تكيس مبايض. الشاشة بتعرض كلمة تكيس مبايض والموضوع عن سرطان الرحم, لأن هناك علاقة وثيقة. Polycystic ovary syndrome at Augusta University are seeing more and more of it, and the 1 in 10 women of childbearing age who battle the chronic disorder. With PCOS, you have a relative increase of estrogen relative to the levels of progesterone, which is the other female hormone, and this causes thickening over time of the endometrium. ...of estrogen in the polycystic ovaries. Extra estrogen also comes from fat tissues, another danger because women with PCOS have difficulties with weight loss. Endometrial cancer is most common in postmenopausal women between the ages of 50 and 70, but younger women battling infertility are getting it too. Her youngest patient. المرض سرطان الرحم مشهور عنه انه بيجي في الستات اللي سنها كبير, لكن في مريضات تكيس المبايض بقى يجي في سن صغير, وبتقول اهي جه في واحده سنها اقل من 30 سنه و20 سنه وابتدينا نكلمها على استئصال الرحم. دي الدكتوره الاردنيه مكتوبه هنا من دوله الاردن. It's time to get progesterone. She adds that birth control helps regulate the cycle for women. العلاج بتاع التكيس عشان تمنع السرطانات, العادات الغذائية وتغيير نظام الحياة. Predictable menstrual periods can only also lead to other problems such as endometrial polyps. Endometrial polyps commonly benign and lead just excessive bleeding and clotting, causing women prolonged periods of bleeding when it comes. And eventually still could turn into that cancer. Taking progesterone really is not that difficult. Dr. Jordan says it is typically an oral medication taken over 10 days, and that brings on the much needed menstrual cycle and helps those with PCOS avoid the risk of cancer.
البرنامج عن سرطان جسم الرحم اندوميتريال كانسر، الشاشة اللي وراهم مكتوب فيها كلمة تكيس مبايض. لما جم يتكلموا على عوامل الخطر قالوا علشان السمنة وعشان عدم انتظام الدورة خاصة الدرجات الشديدة. لما جم يتكلموا على الوقاية من سرطان الرحم في مريضات تكيس المبايض جابوا ممارسة الرياضة، وقالوا ان للأسف الشديد ان سرطان جسم الرحم مشهور عنه انه بيحدث في سيدات بوست مينوبوزال بعد انقطاع الدورة في سن ما بين 50 ل 60 سنة، لكن بقينا نشوفه في اعمار صغيرة في المريضات اللي بيجي لهم اون توب على مرض تكيس المبايض، وفي حالات ريبورتد اتسجلت في مريضات 20 سنة واقل من 30 سنة جاية تقول ده انا عندي الدورة ملخبطة وبفكر ان انا احمل، فنلاقي بطانة الرحم سميكة فناخد عينة نلاقي نشاط زايد ومقدمة للإصابة بسرطانات الرحم، وبتقول للأسف الشديد مبقاش عارفين نتكلم ازاي مع ست جاية تقول لنا انا عايز احمل واحنا عايزين نتكلم معاها في ان يجب استئصال الرحم. مرض تكيس المبايض له آثار مستقبلية عنيفة وشديدة، وهذه هي التأكيدات، وهقول لحضراتكم الحل في آخر الحلقة، بس ناخد الاتصال التليفوني اللي معنا. اتفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. معاك خميس بني سويس. أهلا بحضرتك. عندي بنت يا دكتور عندها 21 سنة. ايوه. ووضعت مرتين طبيعي في خلال سنتين ونص بين الولاده الاولى والثانيه 14 شهر، وحصل لها سقوط امامي في الرحم. تمام. هل ده ممكن يعوق عمليه الحمل بعد كده؟ لا، بس حضرتك ثانيه واحده، بس ثانيه، حضرتك استخدمت لفظ مش مظبوط، قلت سقوط امامي، هو السقوط الامامي يبقى سقوط امامي في المهبل، لان سقوط الرحم ما فيهوش امامي وخلفي، يبقى ده اسمه سقوط مهبلي امامي، المثانه نزلت مع الجدار الامامي للمهبل. ليه بقى نزلت؟ عشان حضراتكم لما ولدتوها مع حد قعد يحزقها لفتره طويله، خلي بالكم بنتكلم على 21 سنه، واحده لسه وكملتش 21 سنه، اتجوزت وحملت مرتين وبين المرتين سنوي، لان ما حدش قال لها حتى تستخدم وسيله لمنع الحمل، وكان اللي بيولدها قعد يحزق فيها تقعد تحزق لفتره طويله لفترات طويله، فاضعف اربطه الرحم وعنق الرحم والمهبل، فعندها سقوط مهبلي امامي وهو ما يعرفه الاطباء بسيستوسيل، سقوط جدار المهبل الامامي ووراءه المثانه، مهما كانت شدته مهما كانت درجته دي حاجة في المهبل لا علاقة لها بالحمل من قريب أو بعيد. والسقوط الرحمي حتى اللي هو اللي عندها ده مش سقوط رحمي، ده حاجة اسمها قد قال لكم أمامي، يبقى ده مش سقوط رحمي، السقوط الرحمي نفسه لا يمنع حمل. بس الغريب إن حضرتك مش بتسأل على صحة بنتك وعلى البول اللي هتبقى مش بتحكم فيه وعلى المثانة وعلى العجز اللي عجزته وهي عمرها 20 سنة، وكل برضو الاهتمام ان عايزينها تحمل تاني ده هيعوق الحمل او تحمل تالت وهي لسه ما كملتش 22 سنة. لا يا سيدي لا يعوق الحمل. استعمل البسيلة حاليا دلوقتي يا دكتور، ركب الشريط. تركب الشريط كويس قوي، تفضل مستخدماها سنوات، ربنا يخلي لها اولادها وتكتفوا بدول يا رب، يعني ربنا يرضيكوا بيهم. امين يا دكتور. العفو. إذا زاد السقوط المهبلي الأمامي وبقت فيه منه أعراض لابد له من جراحة عشان نعمل تحسين لوظائف المثانة وعشان تتحسن العلاقة الزوجية بينها وبين جوزها. مش عايز أفسر لأنك والدها جايز تكون ما قالتلكش الكلام ده، لكن ده موجود، لكن ده لا يؤثر على الحمل ولا على فرصه ولا على اكتماله، لكن إذا عملنا الجراحة هنمنع انها تولد من تحت تاني لان الولاده هتبوظ الجراحه، واذا ما عملناش الجراحه اي ولاده مهبليه اخرى ستزيد من درجه السقوط المهبلي اللي عندها. ما بقناش بنسمع كتير اسئله واتصالات على سقوط مهبلي، ايوه عشان في مصر نسبه القيصريات عاليه فما بقناش عندنا المضاعفات الولاده المهبليه، لا الاكسار في ده ولا الاكسار في ده مطلوب، المطلوب هو الاعتدال. واحده متجوزه 17 18 سنه حملت على طول، طيب مبروك ولدت، محدش يقول لها استخدمي وسيلة، وامها وخالتها وعمتها كانوا بيقولوا لها طالما بترضعي مش هتشيلي وبترضعي نضيف مش هتنزل دورة، اهي كانت بترضع نضيف وحملت نضيف وولدت مش نضيف فحصل السقوط المهبلي. فده دي امراض السقوط المهبلي، ده امراض بتاع واحدة والدة خمس ست مرات وعمرها حاجة واربعين سنة. حضراتكم عجزتوا البنت دي، بنت عمرها 21 سنة بقى في رقبتها عيلين بتراعيهم وهي لسه مش قادرة تراعي نفسها وصحتها وجسمها وغذائها
وولادة طويلة مرعبة كان صوتها فيها جاي بالشارع اللي بعديها، واللي بيولدها لم يرحمها، واللي ضغطت على بطنها، واللي داست على بطنها، واللي قعدت تسقف برا وتقول لها احزقي، لحد ما الأربطة باظت، بقت عمرها 20 سنة وعندها أمراض 50 و60. ربنا يراضيها إن شاء الله. معنا اتصال تليفوني آخر. وعليكم السلام، ممكن ترفعي صوتك شوية بعد إذنك. تفضلي، أنا مش سامع لسه. ألو، أيوة يا دكتور. أيوة تفضلي. حضرتك أنا متجوزة ليا 5 سنين، عندي 23 سنة، حصل لي انتفاخ في الأنابيب وعندي فصل من الأنابيب. حصل لي 23 سنة وثلاث أربع سنين زواج، واكتشفت إن في كم؟ 5 سنين زواج. 5 سنين، متجوزة 18 سنة. وحصل لك التهاب وانتفاخ في الأنابيب، والدكاترة قالوا لحضرتك إن دول لا يصلح منهم يحصل حمل لا طبيعي ولا هيسيبوا حقن مجهري يحصل، وإن لابد من ربط وفصل وغلق واستئصال الأنابيب دي إذا أمكن بمنظار قبل التفكير في أي حمل، ولأن الأنبوبتين هيتقفلوا لازم الحمل يبقى بحقن مجهري، صحيح؟ صحيح. تمام. السؤال إيه بقى؟ بعد كده أنا عملت حقن مجهري مرتين، والمرتين يعني الحمد لله المرتين فاتت ما حصلش نصيب فيهم غير الاثنين. طيب الدكتور يقول لي يعني اراده ربنا. ايوه يا فندم، حضرتك كعاده المصريات هتجزي على اسنانك دلوقتي ليه؟ انا عايز اعرف هو فشل ليه؟ هو يا فندم هم قالوا لحضرتك ان الحقن المجهري في حالتك نسبه نجاحه قد ايه؟ هم ما قالوليش نسبه النجاح. طيب انا اقول لحضرتك نسبه النجاح لو كل تحاليلك طبيعيه وانا ما اعرفش، ولو كل شيء ممتاز ومثالي وانا ما اعرفش، هتقولي لي هم قالوا لي، انا ما اعرفش اللي قالوا لك حق ولا لا، لكن لو كل شيء طبيعي ومثالي وممتاز ففرص نجاح الحقن المجهري ما بين 35 ل 50%، نقول في المتوسط 40 42%، وبالتالي تبقى نسب فشله قد ايه؟ نسبه الفشل هتبقى يعني 65%. اهو، وبالتالي يبقى الاعلى نسب الفشل ولا نسب النجاح؟ تمام. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب ليفشل الحقن المجهري، لأنه بالتعريف بتاعه سيفشل في الأغلب وسينجح في الأقل. لا حضرتك أنا مش كده، أنا يعني بيتم التخطيب للأجنة والتخطيب مش بيكمل. تمام، ده مشكلة بقى، ده مشكلة أكبر اللي هي فيه هنا سوء غالبا في جودة البويضات. سوء في جودة البويضات. طيب هو ايه اللي ادى في حالة حضرتك لانتفاخ الانابيب؟ الزايدة، عملت الزايدة انفجرت. يعني حضرتك كنت عاملة عملية للزايدة انفجرت مثلا، فعملوا استكشاف. ايوه، والاستكشاف قالوا لك انت كويسة وروحي، ومحدش فاهمك ان الصديد اللي اترمى في بطنك ده قد يؤثر على اعضاء حساسة في الحوض وهي الانابيب. فلما اتجوزتي عملوا اشعة بالسبب، اكتشفوا ان الانابيب الاثنين منفوخين، والدكتور الله يكون في عونه اللي دخل عمل لك منظار كان بيتحمل خطورة انه يدخل بالمنظار يعور الامعاء، لان قالوا لك ان الحالات دي بتبقى ريسكي جدا، فيها خطورة عالية. تمام، ده اللي انا بقوله لحضرتك. انا بقى هضيف اللي ما قاله لكيش، الصديد اللي تجمع في بطن حضرتك نتيجة لانفجار الزايدة اثر بالسلب على الانابيب، قلنا ده عضو حساس شلناهم، ولكنه يؤثر بالسلب على المبيض وبويضاته وجودتها ومخزونه، فللأسف الأنابيب قدرنا نشيلها، لكن المبيض ده اللي باين قدامي، قد يكون في هناك حاجات تانية، لكن ده اللي بستنتجه من القصة اللي حضرتك بتحكيها. المبيض تأثرت جودة بويضاته، فبقيتي حضرتك سنك صغير، بتطلعي عدد بويضات معقول محدش بيعترض عليه، بس جودة البويضات دي مش كويسة. البويضات اللي باينه لهم كده زي البويضات دي زي ثمرة على شجرة، أنا وإنتي واقفين بنبص على الشجرة دي تقولي الله البرتقان ده شكله حلو، والبرتقانة دي حجمها كبير، والشجرة دي طرحة طرح شكله حلو حلو، تعالي بقى نقطفه وندوقه لقينا طعمه مش كويس. هو ده اللي بيحصل في بويضاتك، البويضات عددا معقولة محدش اتكلم لأن سنك صغير، تمام، لكن الجودة بتاعتها مش كويسة. لما بتيجي تتخصب وقت الحقن المجهري لا تقبل التخصيب او تتخصب ولا تكمل عملية الانقسام، مش ده اللي حصل؟ ايوه. وبالتالي ما وصلش ان اتكونت اجنة من الاساس عشان ينقلوها. لا، اتكونت
تكونت اجنه بس يعني هم جودتها مش كويسه. بس لا تكون ثلاث اجنه، جنينين درجه اولى وجنين درجه ثانيه، هم اللي زرعوهم لي برضه ما حصلش نصيب بيهم. اه فندم. بس طب انا اعمل ايه دلوقتي بسبب يعني جوده البويضات دي مثلا، لو حبيت اعمل حقن مجهري تاني يعني عشان يعني احسن من فرص النجاح وكده، وعايزه اقول لك التحاليل بتاعتي يعني وكده. طيب حضرتك ممكن تختصري الكلام في انك تقولي بس تحليل المخزون، لان هو اللي له اهميه في حالتك الان، تحليل مخزون المبيض من البويضه. مخزون 1.73%. لا مش وحش خالص عشان سنك صغير نافعنا. تمام. وطلعتي كام بويضه؟ اول مره طلعت 7 بويضات ومتخصب جنينين بس يوم ثالث. تمام. وتاني مره طلعت 13 بويضه اتخصب 7 اجنه، ما كملوش غير 3 اجنه بس لليوم الخامس، جنينين درجه اولى وجنين درجه ثانيه. هما تاني مره قعدوا الاجنه لليوم الخامس. اه تاني مره. الطمع يقل ما جمع. ماشي. طيب حضرتك الجودة دي مش سيئة قوي، في إن شاء الله فرص. نمرة واحد بالدعاء لله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، في مناطق العلم إمكانياته محدودة فيها، وهي مناطق كيف تحسن جودة البويضات أو تحسن العدد. نيجي بقى نتكلم إن الحاجات اللي بتحسن جودة البويضات هتسمعي لستة طويلة من الأدوية، خديها كلها وكلها عبارة عن فيتامينات وكلها عبارة عن معادن وكلها قد تحسن في بعض السيدات وقد لا تحسن، لكن أهو اللي في إيدنا نعمله. تغيير نظام الحياة وإنك تعيش حياة صحية وإن تبقى بتشم هوا نظيف وتاكل أكل ما هواش ملوث وأكل ما هواش معلب وأكل ما هواش فيه مواد حافظة وأكل من الطبيعة وأكل ما الكلام ده بيؤثر؟ آه. إن أظبط وزني وعاداتي الغذائية والآخره الكلام ده بيؤثر؟ آه. قد لا يكون التأثير ملحوظ أو فارق، لكن هو دي الحاجات اللي في إيدنا لتحسين جودة البويضات. ربنا يا رب يعافيكي. دي ده سيناريو متكرر، سيناريو مضاعفات جراحات أجريت ليا وأنا آنسة، وطبعا دكتور الجراحة ولا جاب لهم سيرة ولا قال لهم قالوا إزاي ده، لا اتشالت وهتبقى زي الفل، ولا أي تأثير ولا أي مشكلة، والخط اللي في بطنها ده يا دكتور والشق والاستكشاف اللي انتوا عملتوه لا 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 حد هيشوفه ولا أي حاجة. أخت بقى الكلام ده اللي بيحصل لما تبقى آنسة ويبقى عندها كيس على المبيض وحد يشيل الكيس اللي على المبيض ده ويستأصله بجراحة بفتح بطن، يعني نفس السيناريو ونفس التوابع للأسف الشديد. ربنا يعافيك ويراضيك. طيب احنا قلنا ان في آخر الحلقة هنقول ازاي نتعامل التعامل الأمثل مع حالات تكيس المبيض، ولو ان الفيديوهات نطقت ها وقالت فقد الوزن وممارسه الرياضه وتقليل الضغوط العصبيه وفقد الوزن على الاقل 5%، وقلنا جراحات السمنه وجبنا الناس اللي بيعملوا رياضه واكدوا ان سرطان جسم الرحم مرض رهيب جدا قال الوقايه منه ان نظبط العادات الغذائيه والوزن، تخيلوا. طيب هذا المقال لاستاذنا الاستاذ الدكتور ممكن حاضر يعني لو ناخد المكالمة تدوني وقت لناخد المقال، لو مش هنسمح الوقت ناخد المقال، ناخد المكالمة سريعا ونحضر المقال بعد إذن حضراتكم. ها يلا بسرعة قبل ما الاتصال ينقطع. اتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لا ترتبكي اتفضلي. أيوة دكتور ممكن عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. ماشي يا دكتور. انا كنت عندي ولد عنده 6 سنين. ايوه. وحملت مره بعديها وعم الدكتور قال لي ده حمل انقوذي. ايوه. ماشي دكتور. والحمل الانقوذي سجدته وقعدت حوالي 2 سنين، قال لي خدي برشام، انا الحمل مده سنه وبعد كده قال لي بطلي، فانا مبطله بقى لي سنه. فانا دلوقتي مش عارفه نحمل والعلاقه بينه وبين جوزي مش كويسه وكده بسبب حمله كده. اولا قولي لزوجك احمد ربنا على اللي ربنا ادهوله، لان في ناس ربنا حرمها تماما قبل ما يبقى العلاقه مش كويسه ومش كويسه. نمره 2 قولي لزوجك انه يحمد ربنا على ان الحمل العنقودي لو كان هذا التشخيص صحيح فهو ورم حميد، وبعض الحالات بتنقلب لاورام خبيثه، فالحمد لله ان حضرتك ما حصلكيش كده. وبعض حالات الحمل العنقودي اللي بتقلب لاورام خبيثه قد نستأصل الرحم فالست تفقد رحمها تماما، فخليه يرحم من الرحمه. تمام. يرحم من الرحمة. ولو سمحتي حضرتك تتوجهي لدكتور تأخر حمل عشان يشوف ايه سبب المشكلة الوقت اللي مأخر الحمل، لان حضرتك بتقولي كلام عام مفيش اي تحاليل مفيش اي فحوصات مفيش اي دلائل مفيش اي تشخيص، لكن حضرتك محتاجة جوزك يستهدى بالله ويحمد الله وتتوجهي لدكتور تأخر حمل. ناخد المقال
والمقال للأستاذنا الأستاذ دكتور صلاح الغزالي حرب، وهو الوكيل السابق لكلية طب القصر العيني وأستاذ أمراض الباطنة في كلية طب القصر العيني، ومقال هام جدا على إحدى المواقع والجرائد المصرية عن كيفية الوقاية من مرض السكر. نستعرض المقال لأن عندنا أعلى نسبة للإصابة بحالات جديدة في السكر في العالم، كيفية الوقاية من مرض السكر. ولما نقول وقاية من مرض السكر يبقى الوقاية من تكيس المبايض، التعامل مع السكر يبقى التعامل مع تكيس المبايض، حيث تكيس المبايض والسكر وجهان لعملة واحدة. وحسيب حضراتكم وعلى موقع البرنامج على الفيسبوك هتلاقونا حاطين المقالة بعد عدة دقائق من انتهاء الحلقة. لا نجيب الصورة اللي بعديها. أول حاجة كانت مكتوب أولا التغذية، الصورة رقم 2، ثانيا ممارسة الرياضة، ثالثا تجنب زيادة الوزن. الله، الكلام اللي بنقوله كل مرة. يلا نشوف اللي بعده. رابعا الامتناع عن التدخين، وفي النهاية السؤال الذي يؤرق الكثيرين، هل ممكن الشفاء من السكر؟ الإجابة حتى هذه اللحظة للأسف لا، والإجابة أيضا عن تكيس المبايض أنه للأسف لا. لكن هذه الأمراض المزمنة التي لا يمكن شفائها، يمكن السيطرة عليها، يمكن تحجيمها، يمكن تقليل مشاكلها، يمكن تقليل مضاعفاتها، يمكن تقليل آثارها السلبية. في الحلقة دي اللي فاتت ودي اتكلمنا على الآثار المستقبلية السلبية للإصابة بتكيس المبايض، قلنا الحقيقة مدعمة بكل الوثائق والمعلومات العلمية الدقيقة. هتلاقوا المقالة الأخيرة دي موجودة على الصفحة بعد عدة دقائق من انتهاء الحلقة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنناقش حضراتكم كيفية أعراض تكيس المبايض والتعامل معها، لأن ده كان السؤال رقم 2 لمنار، وإحنا لخاطر منار مش هنسيب ولا سؤال سألته وما نجاوبش عليه. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة وبالمعلومة العلمية الصحيحة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا. وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي الحقيقة والحق وإزالة الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بالحمل. ويا رب دايما 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 يفضل لبيننا بشرة خير. الحمل دي نعمة وقاية محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعبه وهاته. الحمل دي نعمة وقاية محتاج منا لرعاية، الصبر ما تعبه وهاته. الحمل دي نعمة وقاية.